الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه النبي الأمي العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم ورضي الله عن جميع الأولياء والصالحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكركم ونفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم، وبدعوة غيركم إلى حضور مجلس العلم، وبتذكير غيركم بهذا الخير ليعم الأجر والثواب والخير والبركة بإذن الله سبحانه وتعالى. ونبدأ بمجلسنا، نبدأ بدرسنا مع كتاب سمعت الشيخ يقول، أو درب السلامة في إرشادات العلامة رحمه الله رحمة واسعة. نخلص في نيتنا، نحضر في مجلس العلم لله عز وجل ابتغاء مرضات الله، ليس لغرض دنيوي، ليس رياء، بل عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال رحمه الله رحمة واسعة: كل فرد ليشتغل بالتوحيد في مجالسكم وفي أسفاركم، انشروا التوحيد، تكلموا بالتوحيد أينما كنتم، في البيوت وغير البيوت، في رحلة الحج أو العمرة. إذن هنا يؤكد علينا رحمه الله رحمة واسعة أن نشتغل جميعا بنشر التوحيد، بنشر العقيدة، التنزيه، أينما كنا، في البيوت، خارج البيوت، في الحضر، في السفر، في سفر الحج، في سفر العمرة، مع الكبار، مع الصغار، مع الرجال، مع النساء، مع الأغنياء، مع الفقراء، أينما كنا ينبغي أن نشتغل على نشر التوحيد. ونشر التوحيد شرف وعز. نشر التوحيد يعني نشر الإسلام، يعني نشر التوحيد، الإيمان بالله ورسوله، وهذا عز وشرف ونور وبركة وخير، ضياء وأجر. وتذكروا معي يا إخواني ويا أخواتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الواحد منا إذا اهتدى على يديه إنسان، أسلم بسببك إنسان، دخل في الإسلام بسببك، بينت له التوحيد، علمته التنزيه، حذرته من الكفر، تشهد بسببك، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من حمر النعم، يعني أفضل من كنوز الأرض، أفضل من كنوز الدنيا. لو كانت الجبال ذهبا كم يكون ثمنها؟ لو كانت الجبال ذهبا وكنت سببا في إسلام إنسان، هذا خير لك من كل ذلك الذهب، هذا خير لك عند الله. واسمعوا، إذا كان كنت سببا في هداية إنسان، خير لك مما طلعت عليه الشمس، وخير لك من حمر النعم. ماذا ورد في حديث آخر عند الحاكم؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أسلم على يديه رجل دخل الجنة، من أسلم على يديه رجل دخل الجنة. إذن هذا الأمر
الذي يؤكده علينا الشيخ رحمه الله، والذي دائما يحثنا عليه ويحضنا عليه ويشجعنا عليه لما في ذلك من القيام بالفرض، من القيام بالواجب، من تحصيل الثواب، من أن يكون سببا لك أن يسلم الناس على يديك، هذا سبب في اعتاقك من النار بإذن الله، ويكون سببا لك من في النجاة، يكون سببا لك في النجاة وفي الأمن والأمان، بالفوز، بالربح، بالسعادة، بالهناء، بالاطمئنان، بالخير، بالأجر، بالثواب. إذن لذلك دائما يؤكد علينا رحمه الله، قال: انشروا التوحيد في البيوت وخارج البيوت. الواحد منا عندما يخالط الناس اليوم بنظرة سريعة، تعرف أن أكثر من حولك من الناس هل تعلموا أم لم يتعلموا؟ بنظرة سريعة وخفيفة تعرف أن الأكثر لم يتعلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أكد لنا ذلك، بين لنا ذلك. الرسول عليه السلام، اسمعوا ماذا قال، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحافظ السخاوي في أشراط الساعة الصغرى، قال: أن يرفع العلم ويوضع الجهل. هذا من أشراط الساعة الصغرى. فهل هذا معناه أن معظم الناس وأن أكثر الناس يكونون على علم أم على جهل؟ بل يكونون على جهل، لأن من أشراط الساعة الصغرى أن يرفع العلم وأن يوضع الجهل. ما معنى أن يوضع الجهل؟ أن ينتشر الجهل بين الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا يقال له منطوق الحديث، يعني لفظ الحديث، وهناك شيء عند العلماء يقال له مفهوم الحديث، منطوق لفظ الحديث، وهناك شيء يقال له مفهوم الحديث. فلاحظوا معي الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بنظرة سريعة، أكثر من حولك من الناس تفقهوا أم لم يتفقهوا؟ لم يتفقهوا. تعالوا لنأتي إلى مفهوم الحديث. ما هو مفهوم الحديث؟ ومن لم يرد الله به خيرا كثيرا لا يفقهه في الدين. وهذا الواقع اليوم تجد أن أكثر الناس لم يتعلموا، حتى من المشايخ، حتى من الدكاترة، من الأطباء، من أساتذة الجامعات والمعاهد. صارت المسألة وظيفة، صارت المسألة راتب في آخر الشهر، أو كما يقول بعض الناس تكس. تعرفون هذه الآلة في الشركات، في المؤسسات، بيجي بحط الكرت اللي عليه اسمه مثلا، أو بيدخل بطاقته، بتكس إنه إجا في الساعة كذا إلى الوظيفة. ثم ماذا يعمل خلال الدوام؟ الله أعلم، بيقوم الساعة 4 مثلا، بتكس وبيظهر. بعض الناس هذا حالهم، بعض الناس صارت عندهم الأمور إلى هذا الحد، حتى في أمور العلم، حتى في المشيخة. بعض الناس صارت المشيخة عندهم وظيفة، وهذا شيء مؤسف، هذا شيء مخزي. لذلك علينا أن لا نقصر في نشر العلم بين الكل، بين الكبار والصغار، وأن نتكلم ولا نستحي. يعني أنت مثلا في عمر الشباب قد تقعد في مجلس فيه من هم أكبر منك سنا، ماذا يخطر لك؟ كلهم كبار، كلهم يعني الشيب ظاهر فيهم، الشيب ظهر فيهم، وأنا شاب أصغرهم سنا، كيف أتكلم؟ أنت تكلم بهدوء، بلطف، بأدب، بعبارات حسنة، مع تحسين الظن.
نحن لا ندعو إلى إساءة الظن بكل من وجدناهم في المجالس، لا، نحن نحسن الظن، لكن ما المانع أن نتكلم في الخير؟ ما المانع؟ يمكن بعض الذين في المجلس أفضل مني ومنكم عند الله، يمكن يكون ولي من الصالحين وهو أحسن مني وأفضل مني وخير مني بلا شك، لكن هل الولي يكره مني أن أتكلم في الخير؟ لا، بل سيفرح بذلك. رأيتم؟ مع تحسين الظن، مع تحسين الظن، مع الاهتمام بالأدب واحترام الكبار، نبدأ بما هو خير ونتذاكر فيما بيننا ونذاكر العلم لأنفسنا ولغيرنا. فلا تقول هم أكبر مني وكلهم قد تعلموا، ما يدريك، يمكن بعضهم تعلم ويمكن بعضهم لم يتعلم. فإذا ماذا قال الشيخ رحمه الله؟ قال داخل البيوت وخارج البيوت، قال في رحلة الحج وفي رحلة العمرة، يعني تكلموا في التوحيد أينما وصلتم. كم وكم كنا نرى في أسفار الحج والعمرة، كنا نرى كبارا من السن لا يحسنون العقيدة، كنا نرى كبارا في السن ولهم لحى بيضاء وطويلة وهم كبارا في السن، لكن للأسف لم يتعلموا العقيدة، لم يتمكنوا، لم يتمكن الواحد منهم أن يحصل الفرض العيني. فإذا أنت إذا تكلمت تكون نفعته، لكن بالحكمة، بالموعظة الحسنة، باللين، باللطف، بالحسنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فإذا بالتي هي أحسن، تعلم الكبار والصغار، تعلم الكبار والصغار. وكم رأينا في رحلة الحج والعمرة من أناس من عرب وعجم كانوا لم يتعلموا العقيدة، بل في بعض المحاضرات حضر مشايخ وحضر من هم يعتبرون من زعماء أو من كبار حملات الحج، وحضروا معنا في محاضراتنا والكثير منهم استفاد وصرنا على علاقة معهم. بل في بعض هؤلاء عندما رجعوا إلى بلادهم نحن لازلنا إلى الآن على تواصل معهم في نشر العقيدة، في الكتب، في الصفحة، في الموقع، في الإنترنت، في المحاضرات التي ينقلونها إلى أتباعهم. هذا بسبب الاحتكاك بالناس وبسبب الخروج إلى الناس. وأنا أحكي لكم شيئا حصل معي. مرة كنا في مكة وكنا في فندق ضخم جدا جدا جدا، يعني فيه يمكن الآلاف من الزوار، يمكن فيه الآلاف من الزوار، وكان عندي محاضرة في مصلى الفندق أو في الباحة الكبيرة، وكان على هذه الآلة مكبر الصوت، ميكروفون يعني. فبعدما أنهيت جاء أحد الإخوة الذين هم من الحملة، وبعضكم يعرفه، جاء وقال لي: يوجد شيخ يحضر في مدخل البناء وكان يستمع إلى المحاضرة، يريد أن يتكلم معك. قلت له: فليتفضل. فأنا خرجت من القاعة واستقبلته في بهو الفندق، وجلست أنا وهو في مكان استقبال الضيوف. عرفني بنفسه، قال: أنا من نيجيريا، وهو شيخ ولهم مؤسسات ومعاهد، لهم معهد ولهم جمعية ولهم مدارس يدرسون فيها. قال: أنا كنت أستمع إلى محاضرتك ونحن أشاعرة، لكن لا تصل إلينا كتب أهل السنة والجماعة، إنما تصل إلينا كتب الوهابية، تصل إلينا كتب المشبهة المجسمة. وهنا في الموسم، يعني في الحج، يوزعون على الناس فيرجعون إلى بلادهم بكتب الوهابية بدل أن يرجعوا بكتب الأشاعرة والماتريدية. فنحن، هو يقول لي، نحن نريد التعاون معكم ونريد أن يكون تنسيق ونريد هذه الكتب. فأنا جلست معه
ثم أعطيته العناوين والهواتف وبقينا على تواصل معه في مكة. ثم بعد ما رجعنا إلى بيروت ماذا حصل؟ هيأت له مجموعة ضخمة وكبيرة من كتب أهل السنة والجماعة، مجموعة ضخمة وكبيرة، ثم أرسلت إليهم في شحن المطار. ثم بعد مدة يرسل لي على الإيميل فيديو يعمل احتفالا ضخما حضر فيه مفاتي وقضاة ومشايخ، أساتذة معاهد، القاضي قاضي البلد، طلاب الثانويات، عمل احتفالا وصور كل ذلك وهو يوزع هذه الكتب التي هي كتب أهل السنة والجماعة على كل هؤلاء الناس. ثم قال لنا عندي 300 اسم للمشايخ الذين يريدون الكتب والذين ما وصلهم لكثرة الذين يطلبون. هيأنا مجموعة ثانية، وهذا كله موثق عندنا ومصور وبالفيديوهات وبالإيميلات. ثم قال لي بعض أدعياء العلم من مشايخ الوهابية رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة بكتاب أعطيته إياه. لاحظوا، كتاب واحد أعطاه كتابا من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة، ذاك كان يدعي العالمية ويدعي المشيخة وهو داعي لهم، تراجع عن عقيدتهم ورجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. ثم صور لي أيضا في المعهد وفي الجامعة عندهم، في الجمعية عندهم، كيف أن الطلاب يرددون رسالة شكر جماعية على ما أرسلنا إليهم من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة. انظروا، قد يقول البعض نحن ما حاجتنا الآن بذكر هذه القصة، حاجتنا كبيرة وحاجتنا عظيمة، أردت أن أدلل بهذه القصة الواحدة على علاقة في الحج مع شيخ، مع رجل من نيجيريا كان مفتاحا لبلد كبير، وكان مفتاحا للخير بأن نشر عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم هكذا مع غيره أيضا، فأنت لا تيأس ولا تتراجع ولا تقول هذا ماذا سيفعل، شو حيطلع بإيده، واحد لحاله بإفريقيا بنيجيريا، لا، طلع بإيده وعمل أكثر مني ومنك، طلع بإيده، طلع مفتاح بلد ونشر عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن لا تترك الناس لو شخصا واحدا أنتم أقبلوا إليه، علموه، مكنوه في عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن هذا الواحد قد يكون مفتاحا لبلد، قد يكون مفتاحا لبلد. وانظروا في أهل الضلال كيف أنهم مع كفرهم وضلالهم، مع التشبيه والتجسيم، مع كل الوقاحة التي فيهم، لا يستحون من نشر كفرهم ويجاهرون بكل صفاقة، يجاهرون على نشر كفرهم وضلالهم بنشر التشبيه والتجسيم، بدفع المال، بإعطاء الكتب وغير ذلك. إذن يا إخواني ويا أخواتي، في سفر الحج، في سفر العمرة، في سفر النزهة، يا أخي قد تقول لي هلا ما في حج، طيب بقول لك أنت يمكن تسافر للنزهة، رايح على تركيا، رايح مثلا إلى مصر، إلى أندونيسيا، إلى ماليزيا، إلى بلد آخر، حيث وصلت كلم الناس في التوحيد بالمطار، أنت وقاعد بالمطار احكي مع الناس بالتوحيد، في الطائرة كلم الناس في التوحيد. أنا أقول لكم في بعض الرحلات التي كنا فيها بعض الناس دخلوا في الإسلام. مرة كنت في بلد أعجمي، بفضل الله عز وجل، في رحلة واحدة دخل 13 شخصا في الإسلام، 13 شخص، 13 إنسانا دخلوا في الإسلام في رحلة واحدة.
كانوا من غير المسلمين، من غير المسلمين. إذن أينما وصلتم تكلموا في التوحيد، أينما قعدتم، أينما وصلتم مع الكبار والصغار بيّنوا للناس وعلموا الناس أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من كل خلقه، وأن الله ليس ضوءا، وأن الله ليس كمية لا صغيرة ولا وسط ولا كبيرة. لماذا؟ كل شيء له كمية، كل شيء له حجم، فهو محتاج إلى من جعله على هذه الكمية، والاحتياجية تنافي الألوهية. كل شيء له حجم هو محتاج إلى من جعله على هذا الحجم، والحجم مخلوق، والمخلوق عاجز، والعاجز لا يخلق شيئا. إذا رب العالمين، الله رب العالمين، ليس جسما بالمرة، ليس كمية بالمرة، ليس ضوءا، ليس صورة، ليس حجما، ليس هيئة، ليس خيالا، لا يسكن السماء ولا يجلس على العرش، وليس في الفضاء كالهواء. فإذا قال لك المشبه، فما معنى الآية الكريمة وهو معكم أينما كنتم؟ هذه الآية وهو معكم أينما كنتم ليس معناها أن الله تعالى كالهواء حل في الأماكن وخالط الناس تنزه الله، إنما فسرها علماء السلف والخلف بأن الله عالم بنا أينما نكون، مطلع علينا أينما نكون، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. أليس الله يقول في القرآن الكريم والله بما تعملون خبير؟ أليس يقول في القرآن الكريم وهو بكل شيء عليم؟ إذن وهو معكم أينما كنتم يعني بعلمه، يعني هو مطلع عليكم، يعني هو لا تخفى عليه خافية، لا يتجدد له علم؟ لا، أنا يتجدد لي علم بعد أن لم يكن، لأني مخلوق، أنا مخلوق، علمي مخلوق، فيتجدد لي علم مخلوق. أما الله أزلي أبدي، وعلمه أزلي أبدي، فلا يتجدد له علم، لأنه لو تجدد له علم لصار متغيرا، والمتغير يحتاج إلى من يغيره، والاحتياجية تنافي الألوهية. ثم من ناحية ثانية، لو تجدد له علم، يعني قبل أن يتجدد له هذا العلم كان جاهلا به، والجهل صفة نقص أم مدح؟ صفة نقص، والنقص على الله محال، والنقص على الله محال. فيستحيل أن يكون الله تعالى تحدث له صفة أو يتجدد له علم أو تحدث له إرادة بعد أن لم تكن، لأن هذا دليل الحدوث، دليل التغير. والله يقول في القرآن فلا تضربوا لله الأمثال. فإذا يجب الاعتقاد بأن الله تعالى علمه علم واحد شامل لكل الأشياء، لا يخفى عنه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن وهو معكم أينما كنتم يعني بعلمه، يعني مطلع عليكم، يعني لا تخفى عليه خافية. وهذا إجماع المفسرين، يعني السلف والخلف، كل علماء التفسير على هذا المعنى. أما الذي يقول أو يعتقد بأن الله تعالى يحدث له علم شيء بعد شيء، أو يتجدد له علم شيء بعد شيء، هذا جعل الله مثلنا، جعل الله عاجزا، جعل الله جاهلا، جعل الله متغيرا، جعل الله مخلوقا، وهذا لا يكون من المسلمين، وهذا لا يكون من المسلمين. إذن هذه الآية وهو معكم أينما كنتم، احفظوا، عبارة سهلة، بعلمه، يعني هو عالم بكم، يعني مطلع عليكم، يعني لا تخفى عليه خافية. أليس قال في القرآن والله بما تعملون خبير؟ هذا معناه. أما أن يكون الله كالهواء حال معنا وأنه مخالط لنا، فهذه عقيدة الحلول والاتحاد، هذا عقيدة الزنادقة،
أما عقيدة الأنبياء والأولياء والملائكة وكل المسلمين، الله منزه عن الحلول والاتحاد. إذن وهو معكم أينما كنتم ليس معناها كالهواء مخالطا لنا، أو يكون حالا فينا، أو حالا في الكعبة، أو حالا في الأولياء، أو حالا في الأشخاص، أو حالا في الملائكة، أو حالا في الأنبياء. مستحيل، هذا كفر بشع. لأن الذي يقول بعقيدة الحلول والاتحاد جعل الله تعالى كالماء الذي حل فيه السكر وامتزج فيه واختلط. الذي يقول بالحلول والاتحاد جعل الله تعالى كالشاي الذي حل فيه اللون واختلط فيه. جعل الله كالطعام الذي حل فيه الملح. وهذا كله شرك وكفر وضلال. إذن القول بعقيدة الحلول والاتحاد زندقة وكفر بواح صراح، ممن نقل الإجماع على كفر من يقول بعقيدة الحلول والاتحاد ملا علي القاري. ألف كتابا في هذه المسألة، عمل كتابا الرد على أهل وحدة الوجود، كتاب في هذه المسألة، وفيه نقل الإجماع على كفر من يقول بعقيدة الحلول والاتحاد. وغير ملا علي القاري أيضا الحافظ السيوطي في كتابه الحاوي للفتاوى نقل الإجماع على كفر من يقول بالحلول والاتحاد، وقبل السيوطي وبعده، وحتى الحافظ ابن دقيق العيد، وحتى الحافظ النووي، وكثير من العلماء والحفاظ أفتوا ونصوا على كفر من يقول بالحلول والاتحاد. وهؤلاء الذين يقولون بالحلول والاتحاد بعضهم يدعي الطريقة والطريقة بريئة منه. دائما تذكروا أن الطريقة وأهلها خدام للشريعة، كل طريقة خالفت الشريعة فهي زندقة، كل طريقة خالفت الشريعة فهي زندقة. سيدنا الإمام الغوث الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان آية في التواضع، الذي كان آية في الرحمة بعباد الله والشفقة على عباد الله، والذي كان أعلم أهل زمانه بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والذي كان بحرا من بحور الشرع الشريف وارثا أخلاق جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي كان أفضل ولي في عصره وكان أعلم علماء زمانه رضي الله عنه، ماذا يقول؟ اسمعوا هذه العبارة، يقول: من اعتقد أنه وصل إلى مرتبة سقطت عنه فيها الفرائض فهو كافر. وكان يقول بكفر من يقول بالحلول والاتحاد، وكان يقول عنهم زنادقة، وكان يقول أنا بريء منهم. فهذا مولانا الغوث الرفاعي كان يتبرأ ممن يقول بالحلول والاتحاد، وهكذا مشايخ طريقته رضي الله عنهم وأرضاهم، كالإمام الرواس، كأبي الهدى الصيادي، كشيخنا الهرري، وكل السادة الرفاعية الأجلاء، بل كل علماء أهل السنة والجماعة، بل كل الأولياء، بل كل الصالحين، بل كل الصادقين، بل كل المسلمين، يقولون إن القول أو الاعتقاد بالحلول والاتحاد زندقة وكفر صراح بواح مخرج من الدين والإسلام، مخرج من الدين والإسلام. وهذه الآية الشريفة تكذبهم: لم يلد ولم يولد، نفي للمادية والانحلال. لاحظوا، مع وجازة لفظها فيها الرد على كل من يقول بالحلول والاتحاد، وعلى كل من نسب لله الولد، وعلى كل من نسب لله الزوجة، لم يلد ولم يولد. لاحظوا ما أعظم القرآن، ما أفصح القرآن،
انظروا إلى بلاغة القرآن، إلى فصاحة القرآن، إلى عظمة القرآن، انظروا إلى وجازة لفظ هذه الآية: لم يلد ولم يولد، ويعطينا كل هذا المعنى الذي شرحناه. إذن الله منزه عن الأبوة وعن البنوة وعن الحلول وعن الاتحاد وعن الزوجية وعن الأخوة وعن الجسمية وعن الكمية وعن الأينية وعن الكيفية وعن القعود وعن الجلوس وعن الحركة والسكون والاتصال والانفصال والتأثر والتطور واللذة والشعور والألم والإحساس والانفعالات والتأثرات. كل هذا مستحيل على الله، كل هذا مستحيل على الله، كل هذا من هذه الآية الكريمة: لم يلد ولم يولد. فإذا الآية الأولى: وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه، ليس فيها الحلول والاتحاد كما يقول الزنادقة الذين يتسترون بالإسلام، والإسلام منهم براء، والإسلام منهم براء. إذن يجب الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى موجود أزلا وأبدا لا كالموجودات، موجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان، لأنه هو الذي خلق الأماكن، لأنه هو الذي أوجد العالم. فلو كان في مكان، لو كان له حيز لكان مثلنا، لصار عاجزا، لصار كمخلوقاته. وهذا الكون والعالم العلوي والسفلي وكل ما فيه وجد بعد عدم، لأن الله قال في القرآن: الحمد لله رب العالمين. لاحظوا معي وانتبهوا في هذه الآية، مع أنها لفظ مختصر، الحمد لله رب العالمين، الله يثبت وجود نفسه وأنه موجود بلا بداية، باق بلا نهاية، وأنه لا يشبه شيئا من خلقه. ثم ماذا قال؟ الحمد لله رب العالمين، وأثبت وجود العالم وأنه خالق للعالم وأنه لا يشبه العالم بوجه من الوجوه، لأنه لو أشبه العالم بوجه واحد لجاز عليه أن يشبه العالم من كل الوجوه، وإذا أشبه العالم من وجه فقد جاز عليه الفناء، لأن العالم يجوز عليه الفناء، وهذا مستحيل. إذن الله لا يشبه العالم ولا بوجه من الوجوه، لا بوجه واحد ولا بعدة وجوه. إذن الله تعالى منزه عن الجهات، منزه عن الأماكن، منزه عن القعود والجلوس، منزه عن التحيز في الفضاء أو في العرش أو في الجنة، منزه عن كل ما كان من صفات المخلوقين، لأنه قال في القرآن الكريم: فلا تضربوا لله الأمثال. الله تعالى هو الذي خلق هذا العالم وخلق هذا الكون، فلو كان يشبه شيئا من هذا العالم ما كان خالقا للعالم، ولا جاز عليه ما يجوز على العالم. إذن نرجع إلى الآية الكريمة: وهو معكم أينما كنتم، بينا معناها، وأنها لا تعطي الحلول ولا تعطي الاتحاد، بل هؤلاء الذين يقولون إن الله والعالم امتزجا، اتحدا، اختلطا، وصارا شيئا واحدا، هؤلاء أكفر من اليهود، هؤلاء أكفر من اليهود. وقد ذكرت لكم عددا من العلماء الذين نصوا على كفرهم، وعددا ممن نقلوا الإجماع على كفرهم. ثم هؤلاء الذين يقولون إن الله والعالم امتزجا واتحدا وصارا شيئا واحدا، هؤلاء والعياذ بالله تعالى كأنهم يقولون، اسمعوا، كأنهم يقولون: كل جزء من هذا العالم صار هو الله، لأن الله حل فيه. وهذا لا يقوله اليهودي. رأيتم لماذا قال العلماء إن عقيدة الحلول والاتحاد أكفر من عقيدة اليهود؟
رأيتم هؤلاء الذين يقولون الله اتحد في العالم وفي الأولياء والأشخاص وفي البشر وفي الكعبة وفي أهل البيت وفي الأئمة وفي الأنبياء والملائكة، جعلوا كل فرد من أفراد العالم، كل فرد من هذا العالم جعلوه بزعمهم إلها، جعلوه بزعمهم إلها لأنهم قالوا إن الإله حل فيه، جعلوا كل أفراد العالم إلها بزعمهم، وهذا من أصرح الصريح في الكفر. ثم هؤلاء الذين يقولون بعقيدة الحلول والاتحاد ويقولون للشخص أنت الله وهذا الجدار هو الله، هؤلاء تعرفون من بشاعة عقيدتهم إلى أين وصلوا؟ وصلوا إلى اعتقاد والعياذ بالله تعالى أن الله هو كل شيء من هذه المخلوقات، وأنه على زعمهم صار هذا الجدار وهذا الكرسي وهذا الخيوان وهذا الشيء المستقذر، عندما يقولون الله جملة العالم، جعلوا كل فرد من أفراد العالم جعلوه هو الله، وجعلوا العالم أجزاء من الله، بل وصل بعضهم في الكفر والضلال إلى أن قال والعياذ بالله تعالى يجب على المريد أن يعتقد في شيخه أن الله تجلى له في صورته وأنه هو المتصرف في حياته وموته. انظروا إلى كفرهم، هؤلاء يوجد منهم في لبنان ويوجد منهم في سوريا ويوجد منهم في فلسطين ويوجد منهم في الأردن، يقولون يجب على المريد أن يعتقد في شيخه أن الله تجلى له في صورته وأن هذا الشيخ هو المتصرف في حياة وموت المريد. رأيتم إلى أين وصلوا في الكفر والضلال؟ إذن هؤلاء لا علاقة لهم بالإسلام، هؤلاء أشد كفرا من اليهود، أشد كفرا من اليهود. فإذن عقيدة الحلول والاتحاد عقيدة كفرية لا علاقة للإسلام بها ولا علاقة لمشايخ الطرق بها. هذا الإمام الرواس رضي الله عنه وأرضاه كم له من عبارات وكم له من أبيات شعرية ومن نصوص صريحة في التنزيه والتوحيد وفي تنزيه الله عن الحلول والاتحاد. وهكذا مولانا الغوث الباز الأشهب الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأرضاه، وهكذا مولانا أبو مدين الغوث، وهكذا المكاشفي، وهكذا شاه نقشبند، وهكذا أبو الحسن الشاذلي، وهكذا كل ولي لله هو عدو الحلول والاتحاد. من قال بالحلول والاتحاد ليس وليا بل هو عدو الله. من قال بالحلول والاتحاد فهو من أولياء الشياطين وليس من أولياء الرحمن. الذي يقول بعقيدة الحلول والاتحاد هذا عدو الله وعدو الأنبياء. وارجعوا إلى الرسالة التي ذكرتها لكم التي ألفها ملا علي القاري، وانظروا ماذا يحكي عن بشاعاتهم وعن عقائدهم الكفرية المخجلة والمخزية، بل ارجعوا إلى ما ذكره من فضائحهم وكفرياتهم العجيبة. مؤرخ حلب الشيخ محمد راغب الطباخ الحلبي في كتابه إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء في المجلد الرابع في حرف العين في ترجمة علي نور الدين اليشرطي، ارجعوا وانظروا ماذا يقول عن الحلولية الاتحادية، على أن الشيخ علي نور الدين بريء منهم والشيخ أبو الحسن الشاذلي قبله بريء منهم، أبو الحسن من كبار الأولياء رضي الله عنه، وكذلك نعتقد في الشيخ علي نور الدين اليشرطي كان من الصالحين وكان من أهل العلم وتبرأ منهم. لكن ارجعوا إلى ما ذكره مؤرخ حلب وانظروا ماذا حكى عن كفرياتهم العجيبة والغريبة. بعض الألفاظ أستحي أن أذكرها، بعض العبارات أخجل من ذكرها. ارجعوا إلى الكتاب وانظروا بأعينكم، وكتاب ملا علي القاري أيضا مطبوع وموجود، وانظروا ماذا يحكي فيه عن كفرياتهم.
يحكي عن بعضهم لعنة الله عليهم عندما سمع نباح الكلب قال لبيك ربي لبيك أو قال سبحانك، لأنه يعتقد أن الكل هو الله. رأيتم؟ صاروا يقولون في الكلب والعياذ بالله هو الله، تنزه الله. رأيتم لماذا أقول لكم يوجد عبارات أستحي من ذكرها وأخجل؟ الله يقول في القرآن فلا تضربوا لله الأمثال. الله يقول في القرآن الكريم ليس كمثله شيء. هكذا ينبغي أن يحصن الكل بالتوحيد بالعقيدة بالتنزيه، وهذا الأمر جاء به كل الأنبياء. أليس الله يقول في القرآن الكريم، اسمعوا هذه الآية واحفظوها، الله يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا القرآن. رأيتم أهمية التوحيد؟ هذه دعوة كل الأنبياء. أليس الله يقول في القرآن إنا أرسلنا نوحا إلى قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن هذه دعوة كل الأنبياء. وروى البخاري ومالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه مع زيادة وحده لا شريك له عند الإمام مالك في الموطأ. فإذن هذه دعوة كل الأنبياء إلى التوحيد إلى الإسلام إلى الإيمان. لذلك يا إخواني ويا أخواتي، لو نظرتم في سير الأنبياء وفي سير الأولياء كم تحملوا في سبيل هذه الدعوة، كم تحملوا. هذا نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام نشر بالمنشار وهو حي، وهنا نتكلم عن نبي عظيم. وهذا نبي الله يحيى ذبح بالسكين وهو حي ثم قطع بالفأس. انظروا، هذا نبي الله نوح كان يضرب بالحجر أو بالعصا حتى تبلغ إلى عظامه، ومن شدة الألم يغمى عليه فيظن فيه أنه مات، فيحمل ويوضع أمام بيته، ثم إذا أفاق عاود الخروج إليهم. لاحظوا، هو يحسن إليهم، يعلمهم التوحيد، يعلمهم الإسلام، يعلمهم أن يدخلوا في الإسلام ليدخلوا الجنة. كيف يعاملونه؟ بالضرب، بالإيذاء، بالشتم، بالتآمر عليه، أرادوا قتله، أرادوا خنقه، ضربوه وهو يصلي. لكن انظروا، كان إذا أفاق يعاود الخروج إليهم، يحسن إليهم، يدعوهم إلى التوحيد. وهذا سيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل خلق الله، إمام الأنبياء والمرسلين. من نحن نقترب من ذكرى مولده الشريف المبارك الزكي العظيم الطاهر؟ كم تحمل في سبيل هذه الدعوة؟ كان يصلي عند الكعبة، أرادوا خنقه، جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، صار يدفعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ يعني لأنه يدعوهم إلى توحيد الله، يعرفونه بالصدق، بالأمانة، بالعفة، بالنزاهة، بالرزانة، يعرفون عنه الأخلاق العالية، يعرفون عنه مكارم الأخلاق. إذا ما الذي نقموه منه وعليه؟ لأنه دعاهم إلى التوحيد، لأنه دعاهم إلى الإسلام. كان يصلي عند الكعبة، ألقوا على ظهره سلا جزور. جاءت السيدة فاطمة رضي الله عنها وجعلت تنحي ذلك وتبكي عن ظهر رسول الله وهو في السجود عند الكعبة، وهو لا يحصل منه إلا ما هو إحسان إليهم، لا يحصل منه إلا ما هو من المكارم، من الأخلاق العظيمة، من التحمل، من الصبر، من بذل المعروف، من بذل الخير، يحسن إليهم ويسيئون إليه. انظروا كيف كان الأنبياء والأولياء والصلحاء
مع أقوامهم في نشر التوحيد، في نشر الإسلام. لذلك لا ينبغي أن تيأسوا، ولا ينبغي أن تملوا، ولا ينبغي أن تقولوا صار لنا ربع قرن نتكلم في التوحيد، وهل المسلم يشبع من التوحيد؟ هل المسلم يسأم من التوحيد؟ هل المسلم يتضجر من التوحيد؟ ألسنا في كل يوم نسمع الأذان وفيه الشهادتين؟ وهذا توحيد، وهذا عز، وهذه لذة وغذاء وشرف، وهكذا التوحيد التنزيه. ألسنا في كل يوم نقرأ قل هو الله أحد في الصلاة؟ وهذا توحيد. ألسنا كل يوم نقول الله أكبر؟ وهذا توحيد. من يسأم من التوحيد إلا الكافر؟ من يسأم من التوحيد إلا الملعون؟ من يتضجر من التوحيد ويسأم من التوحيد ويكره التوحيد إلا الكافر الفاجر الشيطان الملعون؟ هذا تعظيم لرب العالمين، التوحيد تعظيم لرب العالمين، تقديس وتعظيم وتمجيد للخالق الكريم. أليس الله قال في القرآن سبح اسم ربك الأعلى؟ عظم، قدس، نزه، باعد ربك عما لا يليق به. سبح اسم ربك الأعلى يعني نزه ذات ربك عما لا يليق به. أليس قال سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده؟ والتسبيح السبح في اللغة التباعد، يعني باعد ربك، نزه ربك عما لا يليق به من الأجسام، من صفات الأجسام، من الأحجام، من صفات الأحجام، من الحركات، من السكنات، من الاتصال، من الانفصال، من التغير، التطور، القعود، الجلوس، الكمية، الحجم، الجثة، كل هذا لا يجوز على الله. كل هذا الله نزه نفسه عنه. إذن ينبغي أن تتمادوا في التوحيد. ما معنى أن تتمادوا؟ يعني في نشر التوحيد، يعني في تعليم التوحيد، يعني في إيصال التوحيد للكبار والصغار. ومن قصر وقد لزمه وتعين عليه فليبكي على نفسه. هذه لذة، شرف أن ندعو إلى تعظيم الله، عز ومجد لنا أن ندافع عن الله وعن توحيد الله وعن الإسلام والإيمان والقرآن. والذي لا يعجبه ذلك فليس من المسلمين. الذي لا يعجبه التوحيد هذا ليس من المسلمين. اسمعوا يا إخواني ويا أخواتي، ورد في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن. مين معاذ؟ معاذ ابن جبل. واسمعوا، معاذ ابن جبل كان شابا ذكيا فهيما تقيا عالما ورعا زاهدا، والرسول صلى الله عليه وسلم اختاره قاضيا على أهل اليمن، وكان مجتهدا رضي الله عنه مع أنه كان شاب. سيدنا معاذ ابن جبل في هذه المراتب العلية وهو في عمر الشباب. اسمعوا وانتبهوا معي، تلك الأيام